في كواليس مسلسل منه وفينا اللي بيعرضوه في رمضان. شوفوا شروفان بيعزف عود بيبدع. هذا أحد المشايخ. الله في حرق العجل. الله انتظروهم في رمضان القادم بإذن الله. جارزة حرق عبارة في رمضان هذه السنة. أهم شيء دور الصيف. دور إيش؟ الصيف. أجواني. نعم. إيش رأيك فيه؟ هذا صراحة أنا حطيته من في قلبي وما أعرفه، لكن تمثيله طبيعي. أكيد أنا متأكد إنه عذب المخرج عذاب من كثر الإعادات. لا بالعكس. كل مرة يغلط. لا لا يعيد. لا شوف هو عنده يعيد. هذا الشيء لكن وقت سبحان الله هذا رزقه. هذا رزقه من الله. يا ما ينطق مرة ينطق سيدة على طول يعني ما يستوي له أبدا. انا قلت بس أو لا لكن زين ما تسوي كذا طبعا. ولا لا ما تسوي ما تسوي يعني كلامك حلو. شكرا. يلا بسم الله. حسن القطعه الاخيره. القطعه الاخيره 5 5 4 3 Action! المسلسل تصوير مسلسل منا وفينا، نلقاكم في رمضان بإذن الله. وسامحوني إذا بدر مني أي شيء بحق أي إنسان من العاملين معنا. اسمحوا لي أتشكر شريكي بالنجاح أستاذ يوسف. أوه حبيبي ننتظركم في رمضان إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية. المخرج الكبير عارف الطويل والمؤلف والمشرف العام يوسف الحق. الله يوفقكم يا رب. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية يا رب العالمين. أستاذ سمير حبيبي حبيبي. يلا يلا سامحنا. استاذ بلال صوت اهم شيء صوت. واحد الله يعطيك العافيه الحين والله يحييك رب العالمين. الوحش انتظروا هذا الوحش في شاشه تلفزيون عمان. منا وفينا منتظرينك منتظرينك يا ابو عمر. الله يوفقكم يا رب العالمين. مبروكين مبروكين. ننتظركم في رمضان ان شاء الله. ننتظركم في رمضان ان شاء الله. الله يبارك حياتك. الله يعطيكم العافيه. الله يحييكم. السنه الجايه انت معنا ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.